يعني سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة البروج. قال: فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم. ماشي قال: فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، فقال بعضهم: إن تلك الدابة كانت أسدا. قال: فأخذ الغلام حجرا. قال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها. قال: ثم رمى فقتل الدابة. فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى. فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له: لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم. قال: فدعا الله فرد عليه بصره، فآمن الأعمى. فبلغ الملك أمرهم فبلغ الملك الملك أمره أمرهم فبعث إليهم فأتي أمرهم فبلغ الملك فبلغ الملك أمرهم فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى، فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا، فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه، جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال: ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه. فانطلق به إلى البحر، فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله ربي هذا الغلام. قال: فأمر به فصلب، ثم رماه فقال: بسم الله ربي هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال أناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإن نؤمن برب هذا الغلام. قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. قال: يقول الله تبارك وتعالى فيه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب أصبعه حتى على صدغه كما وضعها حين قتل. هذا حديث حسن غريب. طويل جدا قصته لا يسب لهينا. علمنا بأن الغلام أظهر الله له الحق وعلم من حق مع الراهب بما فعل، وتأكد من ذلك عندما دعا ربه جل في علاه. بلغنا في الشرح على أنه دل الملك على الراهب، وقلنا: هل له عذر في ذلك أم لا؟ وأمس قلت لكم أن هذا الأمر عليكم أن تأتون، هل له عذر أم لا؟
لا سيما أن تعلمون أن شريعتنا نحن هي التي فيها التأثير، شريعتهم هما فيها التشدد أو التجديد. قال الله جل في علاه، قال عن نبينا ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم. السؤال هو في اللغة الأخرى، قال يا غلام أنت قال أرى أنك صرت يعني عالما وقدمهم، قال فإن سألت عني فلا تدل علي، قال له وإنك ستبتلى حقا، أنه ليس عذر. هو خالف ما أمر به الراهب، قال له فلا تدل علي. وهناك في شرعهم أيضا مسألة الإكراه ليست مرفوعة عليهم، الله رفع هذه الأمة بهذا التيسير، قول رفع أنا مات الخطأ نسيان المستقرية عليه، لكن هو بشر من البشر تحت الوطأ ما استطاع أن يحتمل حتى دل عليه، ولذلك ما عاتبه الراهب هو طريق مدروس. يعني كما قال أيضا سعيد قريب من هذا الباب، فقتل الثلاثة ثم أمر بقتل الغلام، والقصة مشهورة جدا. كلما أخذوه ليقتلوه ما يقتل، يرجع هو ولا يرجعون هم. وفي بعض الروايات أنه كان يدعو الله جل فعلا مغفرناهم بما شئت وكيف شئت، كان إذا دعا كفاه الله ووقاه الله جل فعلا من عذابهم. ففي الجبل قاموا يتساقطون يقعون ويتساقطون يتهافتون ورجع عليه، ولما أمرهم أن يأخذوه إلى السفينة اضطربت الأمواج وكادوا يغرقون ورجع هو، ثم قال له أنت لست بقاتلي. وهذا الإشكال هنا، قال لست أنت بقاتلي حتى تفعل ما أمره لك أمره بك. هذا إشكال، أين الإشكال وكيف الإجابة عنه؟ هذه إشكال، أين الإشكال وأين الإجابة عنه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الغلام قال له أنت لست بقاتلي ولن تقتلني حتى تفعل ما أقوله لك، هذا إشكال حقا. هذا الإشكال كيف إجابته؟ ما هو الإشكال وكيف الإجابة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا. باشمهندس نعيم مستيقظ النهارده من زمن بعيد ما كانش موجود.
طبعا هو سبقك بها الباشمهندس نعيم نعم جهاد. الإشكال هنا كيف علم، كيف علم أنه لن يقتله وليس هو بقاتله؟ نعم ممتاز، ممتاز جهاد، ممتاز سكينة، ممتاز باشمهندس نعيم. طب إجابته خلاص، هذا حقا هذا هو الإشكال، كيف إجابته؟ هو الآن محاولة من سلفي وهو على جد حقا وبيقول لعل هذا من باب الإقسام على الله جل في علاه. ممتازة براء، طيب ما شاء الله، أرى أن الإجابات قد توافقت وأن الإشكال كيف علم الغلام بأنه ليس بقاتله وقال لست بقاتله، والحق أنه ليس بقاتله، هذا حق، لكنه قال له لا يكون إلا أن تفعل، يعني إلا أن تفعل ما أقوله لك. حق أن أقرب الإجابات إلى ذلك هو أن الغلام علاقته علاقة القلب بالرب جل في علاه. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أنس بن النضر فقال له يا رسول الله أتكسر رباعية الربيع بنت النضر؟ قال لا والله لا تكسر. قال له يا أنس كتاب الله السن بالسن، كتاب الله القصاص يا أنس كتاب الله. قال والله لا تكسر، ولا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه قولهم، بل هو ازداد يقينه في ربه جل في علاه فأقسم عليه ويعلم بأن الله يبر قسم. سبحان الله، كم وكم ممن لن تعرف قدره عند ربه جل في علاه إذا أقسم على الله أبره، وقد أقسم على الله وبره. هنا كان الغلام يدعو الله وهو على يقين بأن الله سيستجيب، عنده مقدمات جازمة التي رآها، منها ما منها أول ابتداء الأمر معه عندما قال وأخذ الحجر، قال اللهم إن كان الراهب هو الذي على الحق فاقتل هذا يعني هذا الوحش، فقتله. فكانت هذه البداية ليعلم ما بينه وبين ربه جل في علاه. والثانية أنه دعا للرجل حتى رد الله عليه بصره، وهذا أمر فيه ما فيه من الكرامة الكبيرة، فقال وهذا ليجره إلى التوحيد. فلما استيقن الرجل بقلبه أو الغلام، لما كانت العلاقة علاقة قلبه بربه جل في علاه علاقة يقين، عندنا العمومات جاءت محكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا فله. الغرض المقصود هنا نرى بأنه كانت علاقته بربه يقينية، وعلم أنه مهما يفعل فإنه إن دعا ربه فإن الله سيكشف ذلك عنه، لا سيما أن القرائن المحتفة أنه الوحيد الذي يدعو إلى توحيد الله جل في علاه. والله ما خلق الخلق جميعا إلا لقضية الكون الكبرى، إلا لتحقيق توحيد الله جل في علاه. فلما علم بذلك وكانت المقدمات ظاهرة، لذلك قال لست بقاتلي، أنا سأدعو كلما أرسلتني ليقتلوني سأدعو الله وسأفعل الله جل في علاه ما يفعل بيقيني في ربي جل في علاه. ثم أعطاه الطريقة التي يقتله بها، فلما أعطاه الطريقة الذي يقتله بها قلنا الآن هو قاتل لنفسه، هو مأمور شرعا أن يحافظ على نفسه وألا يقتل نفسه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكنه حقا قد بيّن له كيف يقتل، وكان ذا فراسة. ولذلك أنا أقول حتى العالم الذي يتقدم الناس إن فقد الفراسة فتقدمه لا يكون مثمرا، للعالم لابد أن يكون له فراسة. فانظر هو علم أنه لو حتى أصابه وقتله هذا الملك الطاغية وهذا بإرشاد منه أمام الجميع
فإن الجميع سيؤمنون بالله جل في علاه ويعلمون أنه ما قتله إلا رب الغلام. ولذلك قالوا إنه أوتي علما كبيرا، ثم قالوا آمنا برب الغلام. لما قال له ذلك ورماه بالسهم وقال له قل بسم الله رب الغلام، فلما فعل ذلك آمن الناس جميعا برب الغلام، آمن الناس جميعا برب الغلام حتى خد الأخاديد وألقاهم في النار وأدرم النار وألقاهم فيها. هنا مسائل عظيمة جدا في هذا الباب. المسألة الأولى هو قاتل لنفسه، هو قاتل لنفسه، هذا الحق، فتكون هذه مستثناة من هذا الباب، ولا يستدل بمثل هذا على ما يحدث من إخواننا الذين يفجرون أنفسهم ولا يقتلون أنفسهم، يحسبون أنهم بذلك على شهادة، وهذه ليست شهادة بل هي قتل للنفس، هذا قتل للنفس. هذا الحق الغلام قد يقال هو قاتل لنفسه لولا المصلحة العظمى التي كانت بإيمان أهل البلدة والقرية جميعا لقلنا لا ينجو بهذا الأمر، هو قتل نفسه. لكن كما نقول بأنه إن كانت المصلحة محققة ليست مظنونة فللمرء أن يفعل ما فعله الغلام، إن كانت المصلحة محققة لا مظنونة له أن يفعل ما فعله الغلام، فكانت المصلحة محققة أرشد لقتل نفسه، لأن المصلحة أعظم بكثير، توحيد الناس، إيمان الناس جميعا وتوحيدهم بالله جل في علاه كان متوقف على ذلك، فكانت مصلحة أعظم ومحققة. ولأن المصالح هنا لابد أن تعلم أنها لها ضوابط، لها ضوابط، لأن مسألة النظر في مقاصد الشريعة والكلام في المقاصد هذا لا يكون إلا من تضل على العلم وتذوقه وأتقن أبوابه. فكانت المصلحة ليست مظنونة، كانت مصلحة محققة، لذلك قدمها على نفسه وقتله وقتل الغلام. لكنه لما قتل آمن أهل القرية جميعا، آمن أهل القرية جميعا. وهنا أيضا يتحقق فيها مسألة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. والأعظم من ذلك أن كل طاغية فإن الله جل في علاه يستدرجه من حيث لا يعلم ويؤتيه بنقيض قصده. هو ضاق بثلاثة يخالفونه على ما هو عليه فقتلهم، وحسب أنه بقتلهم أنه سيئد هذا الفكر، انتشر انتشارا عظيما وجميع القرية آمنوا وأسلموا وجميع القرية خالفوه. ودائما أهل الكفر والعناد لا ينظرون لمقاصد، لا ينظرون إلا لما يشتهون، إلا لما يريدون. فرعون لما نظر إلى موسى ومن معه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أخرجهم الله جل في علاه من جنات وعيون وأغرقهم الله جل في علاه، استدرجهم من حيث لا يعلمون، وحسبوا أن ضعف موسى ومن معه أغراهم الله بذلك، جرهم إلى ذلك الله جل في علاه. وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فإن الله هيأ الأسباب بأسرها لتؤمن القرية بأسرها وتوحد ربها على تحقيق قضية الكون الكبرى وإن مات فيها الغلام. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من سار على طريق الله جل في علاه هي العقبة له عند ربه جل في علاه، لكن يعلم أن الطريق في نهايته لابد أن يكون فيه ما فيه من البلاء العظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستتم الله له التوحيد في قلبه ثم نشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن نعلي بالسنة وأن ننزل بالبدعة ونقمعها، ونسأل الله في عليائه أن يتم التوحيد في قلوبنا، فإنه لا نجاة إلا بتوحيد الله جل في علاه. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن العجب العجاب أن رجل لما قال له الغلام قال له إذا رميت بسهمك فقل بسم الله رب الغلام، تكلم على الربوبية، ونحن نتكلم على أن الأصل في ذلك هو توحيد الإلهية، فكيف الإجابة عن ذلك؟ فكيف توجيه هذا؟ المفروض أن نقول أن بادئ الأمر صحة المعتقد، وصحة المعتقد كانت تابعة لما فعله الغلام. ولما صح المعتقد هو ما أعطى لهم فرصة،
صح المعتقد وفازوا فوزا عظيما كرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ثم سمع الهيعة وبعدما سمع الهيعة ماذا حدث؟ نزل فمات فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل يسيرا وفاز كثيرا نسأل الله أن يرزقنا ذلك ممتازة سلك المسألة دائرة على ذلك صحة المعتقد هي المحرك الرئيس لفعل الجوارح وصحة المعتقد هي الإيمان بأفعال الله جل في علاه وأفعال الجوارح هي الإيمان هي توحيد الله بأفعال العباد نعم والعجيب أن امرأة خشيت على طفلها فقال لها يا أم إنك على الحق فألقت بنفسها كما قال الله تعالى تذكر الله إنك على الحق المبين الفوائد المستنبطة بركة العلم انتشاره بركة العلم انتشاره ويأتينا خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس لذلك الغلام تقدم رتبة وارتفع درجة عن معلمه لأنه نشر بين الناس لذلك العالم الرباني هو العالم الذي تعلم العلم فأتقنه وأحسن عبادة الله جل في علاه به ثم علم الناس ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والحديث الآخر عن صفات هؤلاء قال أناس قليل صالحون في أناس كثير فيهم الفساد وفي الرواية الأخرى قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي فلهم صفتان الأولى صالحون في أنفسهم يتعلم فيتعبد مصلحون لغيرهم ينشرون ذلك بين الناس لذلك الغلام ارتقى رتبة عن معلمه عن الراهب والنبي كان يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه من تكامل التوحيد في قلبه كان مستجاب الدعوة من تكامل التوحيد في قلبه كان مستجاب الدعوة من وين تؤخذ هذه الفائدة؟ أنت أتيت بالثمرة يا باشمهندس نعيم أريد البذرة
كل هذه الثمرة. نقول تكامل التوحيد في قلبي عندما قال للأعمى إن رد الله عليك بصرك، قال أن تؤمن بمن رد عليك بصرك. ثم كل ما ذكرتم هي الثمرة. ومن كمال التوحيد نسبة النعمة لباريها، المنافق يؤتى بنقيض قصده. المنافق يؤتى بنقيض قصده. صاحب قضية الحق لا يتخلى عنها مهما حدث. الغلام كان ينجيه الله من أيديهم فيذهب إليه، هو يريد شيئا، يريد أن يؤسس شيئا، يريد أن يزرع شيئا، يريد أن يظهر شيئا. إن إبراهيم كان أمة لله قانتا. نعم لسه أسوأ الناس من فتن الناس على دينهم. الحق أبلج والباطل لجلج. تؤخذ من المفارقة بين الراهب وبين الكاهن. سعة الحلم والمغفرة لله جل في علاه، وهذا في الآية. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال ثم، وثم للتراخي. في أسئلة؟ في. طيب بسرعة عشان الوقت ضاق جدا. تفضل. يقول كيف التكامل في التوحيد، كيف يكون التكامل في التوحيد؟ واجب على المرء أن يأتي كل جزئية من جزئيات التوحيد لها أصل ولها مكمل، فلا بد ان ياتي بالاصل ولا بد ان يتكامل معه الباب. يعني لو ضربنا مثلا بركن من اركان الايمان محبه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اصله ان توضع المحبه في قلبك، وكماله الواجب ان يكون احب اليك من كل شيء ومن نفسك، والكمال المستحب الا تقدم عليه شيئا قط. وهذا أصله عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا لما قالوا الناس أجمعين نزل تحت العموم النفس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. شوف هذا انخرم عنده الكمال الواجب، قال إلا من نفسي. قال لا يا عمر، يعني ما تكامل التوحيد في قلبه، لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر.
قال الآن يا عمر تكامل التوحيد في قلبه هنا. فإذا في كل جزية من جزيئات التوحيد لها أصل ومكمل، فلا بد من الاتيان بالأصل حتى يستقيم الإيمان، والمكمل حتى تكون النجاة والسعادة. نعم. أستاذ أشرف يقول لماذا قال الغلام؟ أستاذ أشرف بارع. أستاذ أشرف اليوم فين هو؟ تفضل. يقول لماذا قال الغلام للملك تأخذ سهما من كنانتي ولم يقل من كنانة من كنانة غيرها؟ نعم، هذا إلماح ذكاء منه مفرط حتى يربط الناس به، ويعلم الناس جميعا أنه لن يستطيع أن يصل إليه إلا به، ولأنهم قد علموا أنه العالم، وعلموا ما له من العلم، والله تعالى جعل يديه كرامات كثيرة ليعتقدوا في ذلك على الاعتقاد الصحيح في رب الغلام. لذلك لما قال له لابد أن تفعل كذا وكذا وأن تقول بسم الله رب الغلام، فلما نفذ ما قاله الغلام قتله. فقالوا إذن المسألة ليست بيد أحد، ولا أحد يملكها إلا رب الغلام، فأمنوا جميعا برب الغلام. وهذا الذي نحتاجه نحن الآن، نحن نتعامل مع الله بضعف يقين، نحن نتعامل مع الله بضعف يقين. فلو تعاملنا مع الله بتمام اليقين لتبدلت الأحوال، ورب العزة حرك المرء الجبال من مكانها. والله أنا صادق ولا أحنث من ذلك، والله وهذا هو الحق. من تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن أتاه هرولة تلقاه من بعيد. بولكت يا أستاذ أشرف. يقول لماذا لم يفر الغلام من بطش الملك؟ كيف؟ لماذا لم يفر الغلام من بطش الملك؟ لأن الغلام صاحب قضية يريد أن يظهرها، هو لا ينظر إلى نفسه يتفانى. لذلك من باع نفسه حقا لله جل في علاه لا ينظر إلا للقضية التي يعيش لها، خلاص وما يريد شيء إلا هذه القضية. قلبه علق قلبه بمن فوق العرش، وعلم أن هذه القضية التي لابد أن يظهرها للناس جميعا، فقال إذن النفس تهون مقابل هذه القضية. يقول لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أقربائه أولا، وما موقف قريش من أو ما موقف أهل مكة من الجهر بالدعوة؟ خلاص هذا مجاله كثيرة، أن هنا الوقت أزف علينا والساعة 9 وهنا عندنا البث الساعة 9، ما أدري والله ماذا أفعل.